مساء الخير يا جماعة، أنا المهندس أحمد طارق. النهاردة هنشرح إزاي نطلع البارت نمبر للتربو تشارجر للودر 992G. طبعا التربو تشارجر ده مهم جدا، إن هو بيتغير مع الوقت، ساعات بيحصل تلف للتربن بتاعته، ساعات بيحصل تلف للكمبريسور بتاعه، ساعات بيحصل تلف للكارتش بتاعته. ساعات التربو تشارجر بينفع يتصلح وساعات لا. فاحنا النهاردة هنشرح ازاي نطلع البورت نمبر من على الكاتربيلر سيس، بحيث لو حضرتك محتاج تغيره تقدر تجيب البورت نمبر ده وتروح لاقرب بقيل وتطلبه منه. اول حاجه هنكتب ايه في الكاتربيلر سيس؟ البريفكس او السيريال نمبر بتاع اللودر ال 992 اكس، اللي هو البورت نمبر بتاعه اي زد اكس. تمام اهو، تمام، طلع لك 992 جي كاتربيلر لودر، وممكن تكتب السيريال نمبر كامل. اوكي، هنعمل نافيجيت. تمام، انا طبعا عايز بارت نمبر فهختار البارتس. بعدين طيب احنا هنا هنخش في انهو توبيك؟ بريكنج سيستم اكيد لا، الكتريكال ستارتنج سيستم اكيد لا، انجن اند ريليتد سيستمز تمام، اير انلت اند اكزوست سيستم عشان هو ده طبعا اير انلت اند اكزوست سيستم. في عندنا هنا تيربو تشارجر جروب اهي. بعد كده نخش نبص في القوائم اللي جوه دي. تمام، هو ادي التيربو تشارجر هنا ظهر بس مش متعلم عليه. نبص على القايمه اللي وراها، لا هنا جاب المانيفولد بس مش جايب حاجه مفيده يعني. هنا برضو جايب المانيفولد، والمانيفولد هنا والكوع بتاعت الهواء اهي اللي راح على الافتر كولر. طيب هنا اهو تمام، هنا اظهر ايه البورت نمبر للتربو تشارجر. طب احنا عندنا تو تربو تشارجر في الانجن دوت، على اساس ان هو في انجن. تمام، هنا بتديك مديك الرقم بتاعه هو 5. احنا لو دوسنا على 5 ده هيجيب البارت نمبر بتاعه على طول اهو، تربو تشارجر جروب، البارت نمبر بتاعه 590-5665. تقدر حضرتك تاخد البارت نمبر وتطلبه من اقرب وكيل لدى حضرتك. طبعا حضرتك لو محتاج اي بارت نمبر تاني يا ريت تشرفني بالاشتراك في القناة، وتكتب لي في الكومنت حضرتك محتاج تعرف ايه، او اي بارت نمبر انت محتاجه، او اي جزئيه عايز تستفسر عنها في المعدات الكاتربيلر عموما. طبعا احنا بنجتهد على قد ما نقدر، فاذا اجتهدنا وفقنا فلنا اجران، واذا اجتهدنا فقط فلنا اجر واحد. اشوفكم على خير ان شاء الله.